في ناس كتير تاني سألت سؤال وتساؤل مهم الراجل ده طول مسيرته في اوروبا طب الراجل ده طول مسيرته في اوروبا ده جدا يجي هنا يعني عشان يتاقلم مع الاجواء في افريقيا ياخد وقت طويل وتبقى مشكله كبيره وانا جاي بيلعب معايا سنه او سنتين. صح. طيب الراجل ده كان عنده تجربه وحيده خارج القاره العجوز كانت تجربه سيئه بالنسبه له على الصعيد الاداري صح. وكان عنده بعض الخلافات لكن على الصعيد التهديف الراجل تالق بشده المباريات كل المباريات اللي كان بيلعبها شغل بقى الفيديو دي دي مبارياته في الدوري السيني وفي دوري ابطال اسيا صح. في الفتره اللي راح لعب هناك هتلاقي نفس اللعيب بنفس الطريقه بنفس السيكونس بيشتغل بنفس المعدلات في لائق بدنيا جدا الراجل بيسجل فلما راح تجربه الصين كان عنده بعض المشاكل الاداريه وهقول لك انه اللعيب ده لازم لاسباب كتير يتم التعامل معاه نفسيا بشكل ما هو لعيب عاطفي بشكل كبير لدرجه انه كان هيبتعد عن الكره تماما قبل الموسم كريم اللي كان الموسم التاريخي بتاعه 21 22 مع كولن الرابع هداف الدوري الالماني وقف هنا لا وقف هنا عشان دي ليها قبل قبل ما يروح هو الراجل كان يبطل كوره بعد وفاه والده ايوه المدير الفني الحالي لكل هو اللي رجعه وهو اللي عمل معاه الموسم ده لانه عرف يتعامل معاه نفسيا بشكل ممتاز هي.